شيخ مبارك، أنا ضرب اتجاه بيتك. بيتي؟ إي بالله. زين يا رجال، الليلة ما بيها رجاء، نروح لبيوتنا والصباح رباح. تصبح على خير يا شيخ. وانت من هذا؟ خاب. الله معكم. عندك يا الخاسي. على مك يا رجل. ارمي سيف، ارمي سيف. علامك وش فيه؟ حيلة الفطين اطلعوا من حجر الحية، وماني قليلة ولا نذليلة، مهونا لقعد لنصير بعرب جدوع سالفة إلوك هالناس، وكل ما نسي أحد يذكره الثاني. والدريحة الجفن خلكن قاعدات. وين الباقيين يا الخاسي؟ ها؟ استجير بالله وبيك تتركني يا رجل. قول وين الباقيين؟ يا رجل علابك يا رجل. نزار، وش اللي صايد؟ صايد هالخاسي. علمني وين الثانية. علمني. وين اللي معك؟ ها؟ اسمع، والله والله بعالي سماه، إن ما نطقت أغرس سيفي بصدرك أطلعه من ظهرك، تفهم؟ اي زين زين، اقول العد ساعدني نجرده بسلاحه. امشي. وين؟ من وين؟ وين تركته؟ من هان، من هان تركته، من هان. امشي. تركتهم ها؟ وين تنشق الأرض وتبلعهم؟ وينهم يا تشذوب ها؟ وينهم؟ أقول لك تركتهم هان، مدميين بدمهم، قاتل ومقتول. نزار ها؟ بيأثر دم. وين العون؟ وين العون ولا قط راسك؟ ما أدري وين راحوا. اقعد. تمشي عالنار والريح رحلتها، وخطواتها تجر بالشر الثو. ياه مارق يم حر شعلتها، لا تستر ذنب ويصير عليك زود ذنوب. ما لقيت شيء ولا حتى أثر يدل عليه، لكن شفت أثار ديابه وكانت خلتهم لجحورها بسكات. والرأي يعني؟ أنا أقول النهار مراية الوجوه، رد أنت للرجال وناخذ هدين لديرة الجازي وسلموا للشيخ جابر وفزع القوم. ليلتهم هناك طويلة وليلة الرجال قدامنا أطول. زين، خذها الخاسي. قم قم قم. نمشي نمشي قدامي. نمشي. وين رحت يا العون؟ يا ترى ميت ولا حي؟ وش صار بيك؟
الليلة بيها ريحة وشيمة وهزاعة. وين أروح بوجهي؟ لا أقدر أرد ولا دروس النيابة صد. وإيش سويت بحالي؟ دوم كان عناد يقول لي عاجلتي تجيب عاجلتي. يا رعية البيت عونك يا عم مبارك. وين ام عناد؟ خذت روحها للمحرم لجل ترخي الجفن. ما هو وقت النوم الحين، روحي شوفيها ان شاء ما نامت اندهي لي اياها. هالحين اشوف. عمّا عمّا مبارك، عمّا وصايف ما هي بالمحرم. ويش؟ ما هي بالمحرم؟ وين راحت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سامي القاسم. وش هذا؟ أنت؟ يا سكر. كم حريم ها؟ حريم وتكون. أقعد يا القاسم. وش هذه علاء؟ عذيب من دروسهم تنهش بلحم بعض. هذا من شر الوحوش ونقتل عليه قليل. كان مع واحد؟ يقول واحد ذبح خويه. هو ذبح الرجل اللي من عرب الجازي، لكن يوم ردينا لا لقينا لا ذابح ولا مذبوح، وكاد انه يجذب لاجل يسلم خويه من طعن خناجرنا. وين باقي الرجال؟ قليتهم قدامي ورديت لاجل ما خل شيء وراي. يوم رديت قمت لقيته. امانتك وصلت يا عناد، وحنا علينا نعرف كل شيء. زين يا شيخ. يا شيخ ترى السلام امانه، والشيخ مبارك حملنا امانه السلام لبنيته حناية حرمة الغيث. أنا أدلك عم تشانه.